Dear engineers, بهيدا الفيديو رح نبلش مع أول نوع من الـ connections واللي هو الـ moment connection اللي هي تحديدا column to rafter connection. هلأ عادة لما نقول rigid connection معناتها هيدي الـ connection بتكون subjected to moment mainly, بس أكيد أي connection rigidly connected بيكون عليها 3 type of straining actions اللي هني axial shear ومومنت. طيب وين عادة منصادف هيدي الـ connection؟ لما نكون عم نستخدم lateral force resisting system أو structural system هو moment resisting frame. المومنت resisting frame هو beam rigidly connected مع column. rigidly connected معناتها بتنقل moment. طيب هلأ سبق بالمحاضرة الماضية حكينا انه كيف الكونكشن تتدرج من simple connection لفولي restrained connection. بهيدا الفيديو رح نتطرق مع بعض how to achieve a fully restrained أو partially restrained moment connection. أول شيء في عنا two types of moment connections: partially restrained moment connection و fully restrained moment connection. هلأ حنشوف بالصور الجايين كيف ممكن نحن نحقق هيدي الرجيديتي بالconnection. حنروح لأول صورة حنشوف الـ fully restrained connection هي الـ connection اللي عندها have sufficient strength to transfer moment with negligible rotation between connected members. يعني مثل ما إذا بنرجع للجراف اللي حكينا فيه بالمحاضرة السابقة هو أعلى moment capacity أصغر rotation ممكن تحققها هيدي الـ connection, وبالتالي هيك بنسميها شو fully restrained. ومنرجع منقول ومنذكر انه to achieve a fully restrained connection الويب والفلانجز must be restrained. لازم انا حقق connection بتمنع انه الفلانج والويب to rotate او تعمل اي نوع من الموشن او اي نوع من الاكشن. طيب partially restrained connection have sufficient strength يعني عندها moment capacity بس with rotation between connected members, يعني الثيتا اللي هي الروتيشن ما بتكون فيها زيرو. نحن اذا بنتذكر from structural analysis كنا نمثل الفيكست كونكشن بهيدا السيمبول وكنا نقول انه الثيتا هون equal to zero, وكنا البن او الرولر نعتبر انه شو في عندهم بيسمحوا لروتيشن, بس اكيد هون التتا different من zero, بس اكيد ما في شيء in real practice بيسمح ل full rotation. عطول في شيء اسمه partial fixity. طيب هيدا partial fixity كيف قلنا منحققها بالconnectivity للفلانجز والويب. اذا انا بدي تتا قد ما فيها تكون zero مفروض يعني اعتبر الconnection هي rigid, المفروض الفلانجز والويب are rigidly connected both components يعني الويب والفلانجز ما فينا نترك ولا واحد منهم. هلا حنروح للسلايد اللي وراه حتى لنشوف على القليله كصوره ريبريزنتيشن لهذا الشيء ان ريل براكتس كومونلي يوزد فيكست او فولي ريستريند كونكشن. اذا بنلاحظ نحن بالصوره الاولانيه ولدد فلانجز تو بليت كونكشن, يعني عم نشوف نحن هون شو في عندي, انا في عندي خط الحام هيدي الفلانج ولدد على البليت وهيدا البليت ولدد على الويب للكولوم. طيب كمان من تحت اكيد نحن لما نقول على الفلانج التوب فلانج اكيد عم نحكي على البوتوم فلانج كمان, بس منا واضحة بالصورة. هلا خلينا نشوف الويب. بالويب شو صار عندي؟ الويب is bolted مع الانجل, لاحظوا هيدا انجل هيك بيكون شكله, هيدا الانجل bolted من سايد welded على الاذر سايد, او حتى هون مش مستعملين هني انجل مستعملين بليت. اذا بنلاحظ ريكتانجولر بليت, هيدا الريكتانجولر بليت, هيدا الريكتانجولر بليت من هيدا السايد bolted على الويب ومن الاذر سايد welded على الويب تبع الكولوم. اذا بنرجع بنشوفها هون خط الحام. بهيدي الحاله شو حققنا نحن؟ حققنا fully restrained connection. شو السبب؟ لأنه الفلانج والويب are totally restrained. منشوف هون top and bottom flange plates connect the flanges of supported member to the supporting column. A single plate is used to transfer the vertical shear force. هودي البولتس اللي مستعملينه نحن هون مع خط الحام شو شغلته؟ شغلته to transmit
الشير فورس الفي اللي جاي على البيم ينقلها للكولوم. والمومنت is transmitted through الفلانجز. يعني اذا نحن عندي انا هيدا الكولوم وهيدا البيم, المومنت هو couple of tension compression force. اذا منلاحظ التنشن والكمبريشن وين عم بيصيروا, عم بيصيروا بالفلانجز. يعني هون انا في عندي تنشن وتحت في عندي كومبريشن. يعني المومنت كاباسيتي is transmitted to the column through الفلانجز اللي هن ولدد على البليت, والبليت ولدد على الكولوم, والكمبريشن نفس الموضوع. والشير فورس اللي جاي مع البيم must be transmitted للكولوم is transmitted through the bolts والولد. يعني من خلال هيدا الجست بليت اللي ربط الويب مع الويب للكولوم. هيدا التايب اوف كونكشن هو fully restrained connection. بهيدي الصورة اللي هون عوضا انه نحنا to connect الفلانج مع الويب للكولوم بولد, شو عملنا بهيدا البليت؟ استعملنا bolts. يعني both connection type are fully restrained, لأنك أنت ممكن تحقق الكونكشن يا من خلال الولدينج يا من خلال البولت. هلا حنروح لإكزامبل تاني كمان نشوف. هلا منلاحظ هون commonly used كمان fully restrained connection بهيدا الطايب اللي هون عم نشوف إنه عندي البيم connected. خلينا نفهم بس الكونكشن تايب. يعني البيم is welded all around. يعني أنا في عندي البيم cross section هو I section مثل ما شايفين نحن هون, welded to a plate. شو منسميه لهيدا البليت؟ هيدا البليت اسمه end plate. يعني وراها لهيدا البيم في بليت. هلا هيدا البيم all around على طوله كله سوا على الباريماتر تبعه all around is welded. يعني مثل ما شايفين بالصورة هون في عندي خط الحام, وهون في عندي خط الحام, ومن فوق عندي خط الحام, ومن تحت أكيد عندي خط الحام. فبالتالي شو منقول هيدا؟ منقول هيدا fillet weld all around the section. يعني أنا أول connection شو عملت؟ لحمت البيم على البليت. طيب هلا البليت كيف وصلتها مع الفلانج للعمود؟ وصلتها من خلال البولتس اللي شايفينهم. في عندي انا هيدا البولت اللي هون 1 2 مثلا 3 4, وهون عندي انا نيوترال اكسس, كمان عندي سيمتري بتوزيع البولتس. هلا شو السبب عندي سيمتري بتوزيع البولتس؟ نحن بنعرف انه اي سكشن سبجكت تو لاترال فورسز هيدا الفورس از reversible. شو معناتها reversible؟ مرة بيضرب بالplus x, مرة بيضرب بالminus x, مرة بيضرب بالplus y, مرة بالminus y. وبالتالي المومنت شو بيكون؟ المومنت بيكون reversible. لما نقول مومنت reversible معناتها مرة بيخلق tension فوق compression تحت, لما يقلب الدايركشن تبعه بيخلق tension تحت compression فوق. وبالتالي انت كstructural engineer لما تكون عم تعمل ديزاين لمومنت ريزيستنج فريم كونكشن لازم تتاكد انه توزيعك للبولتس سيمتري اراوند النيوترال اكسس. ليش؟ لحتى لا تو تيك انتو كونسيدريشن انه هيدا المومنت كان بي ريفرسبل. نفس الموضوع بهيدا الكونكشن اللي هون, الويب از كونكتد ثرو ا جاست بليت على الفلانج تبعت الكولوم. هون في عندي خط الحام وعندي تو بولتس تو ترانسميت الشير فورس, ومنلاحظ انه top flange is welded على الفلانج تبعت الكولوم مثل ما شايفين هون خط الحام, كمان all around مثل ما سبق وحكينا, كمان هون نكون عم نحقق full restrained conduction. هلا كمان بالبراكتس في شيء اسمه مش fully restrained moment conduction, في شيء اسمه partial restrained. partial restrained مثل ما شايفين بهيدي الصورة هون بهيدي partial restrained conduction كتير واضح بالنسبة لنا انه شو؟ انه الويب مثلا بهيدي الصورة اللي على اليمين منلاحظ انه الويب along the length تبعه منه fully restrained, بس الفلانج is fully restrained. طيب بهاي الحالة هون انا حققت partial fixity ما حققت total fixity. ليش؟ لانه في part من الويب منه fully restrained. طيب اذا بنجي للصورة اللي على الشمال اللي هون, بهيدي الصورة اللي على الشمال إذا منلاحظ في عندي أنا البليت اللي عم بيربط الفلانج, إذا منلاحظ هيدا البليت اللي هون
شو عم بيعمل؟ عم بيربط الفلانج تبعت البيم مع الفلانج تبعت الكولوم. بس منلاحظ انه هيدا عرضه للفلانج وهيدا عرض البليت، وبالتالي البليت للاسف منه عامل فول ريستريكشن للبي فلانج، يعني عرضه للفلانج اكبر من البي للبليت، وبالتالي صار في عندي بارشل فيكسيتي. طيب الانجل اللي استعملناها هون هي تشو تو ترانسميت الشير فورس، بس الكونكتيفيتي تبعت الفلانجز هي تو ترانسميت المومنت، وبالتالي هون صار في عندي انا بارشل فيكسيتي. بهيدي الطريقه انت كستراكشر الانجينير اذا انت هدفك انك تو اكومبليش ا بارشل ريستريند كونكشن، بارشل ريستريند مومنت كونكشن، انت حكما بتعرف انه مش لازم عرض الفلانج كله سوا شو تعمل، تمسكه ب بليت او بانجل الى اخره، بكفي انك تمسك بارت منه. هلا اكيد في ناس بتحب انه مثلا تستعمل بارشل ريستريند، شو السبب؟ انه تو ريديوس المومنت عليها لهيدي الكونكشن وتعمل ريديستريبيوشن لهيدا المومنت. بس بالاخير الكومون براكتس هو انه الكونكشن انه تكون fully restrained moment connection، خاصة بالهاي سايزميك زون اللي مستعمل فيها moment resisting frame. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. بالنكست فيديو حنبلش نشوف اول اكزامبل نحن بدنا نشتغل عليه، اكيد مع الديزاين كونسيدريشن اللي بتهم اي structural engineer لحتى يعمل pre-dimensioning للاند بليت، البولتس اللي لازم يستعملها الى اخره من الديزاين كونسيدريشن اللي لازم ياخدها بعين الاعتبار during the design of steel connections.